بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة السبت من الأسبوع الثاني للصوم الكبير، وبكرة حد التجربة، وما زلنا بنبحث عن معنى أنا ما أنا أو إنكار النفس في نصوص قراءات الصوم الكبير. النهاردة باكر من إنجيل معلمنا مرقس إصحاح 9 في كلام شديد شوية، لما يقول إن أعصرتك يدك اقطعها، وبعد كده يقول رجلك كمان اقطعها وعينك اقطعها، وكلام شديد. لما الواحد تكون أناته ذاته كبيرة عنده ما بيعرفش يشد على نفسه. لما يكون الواحد عنده إنكار نفس بيبقى شديد مع نفسه. يعني مثلا تذكروا كلكم أبونا البطرك البابا شنودة كان شديد مع نفسه، حنين على الناس، لكن في نسكه في زهده كان شديد مع نفسه. ده معناه ايه؟ انه متواضع، انه مش شايف الانا كبيرة. لما الواحد تبقى نفسه غالية عليه ما يعرفش يشد عليها، زي القديس بولس لما يقول ايه، ليست نفسي سمينة عندي، يعني ايه تتبهدل كده ومش مهم، طب مش لاقي حتة تنام مش مهم، مش لاقي تاكل مش مهم، طب بيظلموك مش مهم، طب بينسوك مش مهم، طب بيكرموك برضو مش مهم. ليه؟ ليست نفسي سمينة عندي. يبقى لما الواحد يتحرر من الأنا بيعرف يشد على نفسه. لو لقى حاجة غلط في حياته ياخد موقف شديد، يقطع. ده مناسب للصوم جدا. ليه؟ لأن تلاحظوا أنه في حد التجربة بكرة الفكر بيجي يحارب الإنسان، زي مثلا فكر الاقتناء، أعطيك هذه جميعها بس امشي غلط، إن خررت وسجدت لي. لو أنا ما قطعتش الفكر بشدة، لو أنا قعدت أخد وضيق مع الأفكار، معناه أن أنا بدلع نفسي، أن نفسي غالية عندي، أن الأنا لسه حكماني وشغلاني. إنما أنا لو متواضع فعلا هقول الشيطان امشي، زي ما المسيح لو المجد هيعمل بكرة يقول اذهب عني يا شيطان. يبقى الواحد يقطع الفكر بشدة، لكن الواحد لما يتساهل مع الأفكار مع الرغبات، يتساهل مع جسده، يتساهل مع الأكل والشرب ويكسر صومه، يتساهل في الكلام ويقعد يتريق ويحكي في سيرة الناس، التساهل ده معناه ان انت لسه بتطبطب على نفسك. وما اللي بيقوله المسيح هنا ايه؟ الحق اقطع ايدك لحسن تدخل جهنم وليك ايدين، احسن لك تدخل جهنم وانت عندك ايد واحدة. نص تاني النهاردة من بولس الرسول رومية 14 يتكلم عن ايه؟ قبول الضعفاء. من هو ضعيف في الايمان اقبلوه بغير تشكك في الافكار. هي الحكاية كان ايه اصلها؟ بعض الناس بقت متلخبطة في حكاية الاكل والشرب في زمن القديس بولس، لانه كانوا عايشين في بلاد بتذبح الحيوانات احيانا على اسم وثن. فبعض الناس اتشككت لو كلنا من اللحمه دي نبقى عبدنا وثن. فبولس الرسول قال لهم هو مفيش حاجه اسمها وثن، الاكل هو الاكل، ولو كلنا مش هنزيد ولو ما كلناش مش هننقص. وبعدين لقى الناس متلخبطه لسه، في ناس ضميرها تعبان، ضميرها حساس، بيتشككوا. قال بصوا بقى، اللي تلاقوه متشكك ما تتريقوش عليه. لو لقيتوا واحد ضميره حساس زيادة رعوه، ما تحكموش عليه، ما تبصلوش كده كأن انتوا اللي ضميركم مرتاح وناس فاهمين وهو كمنه مبتدئ وشوية متشكك تستهينوا بيه. من هو ضعيف في الإيمان اقبلوه بدون محاكمة أفكاره. وفي النص هتلاحظوا بقى ان المقدس بولس عمال يقول يعني واحد ياكل واحد ما يقدرش ياكل، ما يحكمش اللي بياكل على اللي ما بياكلش، ولا اللي ما بياكلش على اللي بياكل. يعني ظاهرة في الصوم الكبير تلاقي بعض الناس قاعدة لبعض كده تبص مين هيقعد صايم انقطاعي وهيفطر امتى. انت مالك؟ مش تخليك في روحك هنا، انت بتحكم على الناس لان الانا كبير عندك. لكن لو انت متواضع والانا دي مش شغلاك هتلاقي نفسك بتحترم الناس وتقدر الناس، ومش هيجي في بالك خالص ان ده مثلا كان بدري ولا ده كان متأخر. خطية الإدانة والحكم على الناس عنوان موضوع الأنا. لما يكون الواحد ذاته كبيرة تلاقي الإدانة طالعة طول الوقت،
من دماغه كده، حتى لو ما طلعتش في كلام. إنما اللي بيجاهد مع الأنا وينكر نفسه هتلاقي بيرحم الناس وبيعذر الناس وبيحتمل الناس في ضعفاتها، وبيقدر إن ده يعني تفكيره كده فيعذره، ما يبصلوش كده إن أنت عامل حاجة غلط، أنت موسوس، طب ما هو يمكن غصب عنه. فهنا يقعد يقول القديس بولس يقول إيه؟ اللي ما بياكلش لربنا ما بياكلش، واللي بياكل عشان خاطر ربنا بياكل، فده عايش لربنا وده عايش لربنا، ما نحكمش بقى على حد. نص آخر من القديس يعقوب النهارده في قراية الكاثوليكون يقول لنا حاجة مهمة أوي، يقول لنا إيه؟ يقول أنه كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم، لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا ذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة. خادعين نفوسكم دي تهمنا ليه؟ تصور واحد يسمع وعظة أو يسمع نص الإنجيل اللي أنا كبير عنده، يقعد يسمع يقول إيه؟ أنا بعمل الكلام ده، الكلام ده كله أنا عايشه. طبعا ده كله ده إيه؟ خداع نفس، لأن ما حدش فينا عمل كل المطلوب. وممكن تبقى أوحش من كده، يبقى بيسمع نص الكتاب أو نص العظة وكل اللي في دماغه الناس وحشة مش بتعمل الكلام ده، برضو ده خداع للنفس. الكلام ليك، الكلام ليك وانت مش عامله، فلو انتبهت للكلام هتتضع، كلمة ربنا تنخس قلبك تنقيها. لكن كونك قاعد يا اما تتعاجب بروحك ان الكلام ده هو اللي انت بتعمله او ان الكلام ده الناس مش بتعمله، الاتنين خداع نفس. عشان كده القديس يعقوب يقول دي زي المراية، دي مراية، الإنجيل ده بيكشفك قدام نفسك، فأنت لو أمين هتبص هتشوف الفضائح. كل مرة نقرأ الإنجيل أو نسمع الإنجيل في القداس الواحد المفروض يبكي على نفسه، لأنه بيفاجأ بالحقيقة أن ربنا يسوع له المجد المثل الأعلى طالب مننا مستوى من الحياة إحنا لسه بعيد عنه. وده اللي يخلي الواحد طول القداس يقول له ارحمني يا رب، نعمتك الحقني غيرني، أنا مش عارف أتغير، المسافة كبيرة قوي بين اللي انت بتتكلم فيه يا رب وبين اللي انا عايشه. ده لو هو ايه بيشوف نفسه في المراية مظبوط. يبقى هنا وسيلة من انكار النفس التركيز مع كلام ربنا، ان الواحد يفحص نفسه على كلام ربنا ويبقى بيستقبل الكلام على نفسه، ما بيخدعش نفسه، ما بيقولش انا كويس. عارفين شبه ايه؟ زي المريض اللي اول ما يحس بشويه تحسن بسيط يقول خفيت، بطل الدواء، بطل الدواء يا عم انت لسه مريض، ده المرض خطير، ده انت لازم علاج طويل. لا يقول انا خفيت انا كويس لمجرد لحظه تحسن، طب ما لسه بدري. فاحيانا لحظه كده تكون حلوه دي لا تعني انك انت اتغيرت وبقيت انسان كامل. نص الانجيل النهارده يحطنا قدام ايات كتيره حلوه، لكن أركز على كلمة واحدة، ادخلوا من الباب الضيق. الأوسع والأسهل إن أنا أمشي ورا دماغي ومرا ذاتي وأعمل اللي أنا عاوزه وأريح نفسي، ده الأوسع والأريح. والمسيح لو المجد قال إيه؟ الباب الواسع يودي جهنم والطريق السهل يودي جهنم، وأغلب الناس ماشية فيه. إنما ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي للحياة. الأضيق إيه؟ إن أنا أتحدى نفسي، الأضيق إن أنا أقف لنفسي أقول لها لأ، الأضيق إن أنا أكون عاوز أكل أقول لأ مش هاكل، الأضيق إن أنا أكون عاوز أتكلم أقول لأ مش هتكلم. بضيق على لساني، بضيق على دماغي، بضيق على بطني، بمنع نفسي. هنا الباب الضيق كله عبارة عن تحدي للذات. أنا ما أنا، لأ مش اللي عاوزه هعمله، لتكن لا إرادتي بل إرادتك. يبقى الباب الضيق هو باب السماء، معناه إن في الصوم أنا بضيق على نفسي، مش سايب الحكاية سهلة، لأن ربنا يسوع له المجد ما وعدناش على الأرض براحة، لكن وعدنا بالراحة الأبدية. قال في العالم سيكون لكم ضيق، اقبلوا الضيق وادخلوا من الباب الضيق. فالدخول من الباب الضيق هو الصوم اللي فيه امانه، فيه اتضاع، فيه انكسار، فيه ضبط للنفس، فيه تحدي للمشيئه البشريه، فيه خضوع للوصيه، فيه محبه صادقه للناس. كل ده باب ضيق، لاني مش بعمل اللي انا عاوزه واللي يريحني،
بعمل اللي ربنا قاله واللي يريح الناس. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.